طيب تعالوا بقى نبص دلوقتي مع بعض على الاساينمنت. خلاص عنوانه سبير جير اساينمنت. تعالوا نشوف بيقول ايه. بيقول لي it is required to transmit 2 كيلو وات باور. يبقى مديني قيمه الباور بي. Between two parallel shots using spare gears. مقصود بspare gears straight spare gear يعني السنة موازية للمحور بتاع الكرس. ماشي. Knowing that the speed of input shot is 1000 ومدين الاستماتيك. تعالى نرسمه بالمرة. كان مديك عمود بترسى عليه اهو صغير ده اللي هو يمثل البينيون ومتعشى مع الكرس الكبير اللي هو الجير والاثنين اعمدة متوازيين وادي الكيسنج بتاعه. المنظر ده وقايل لك ان ده الانبوت وقايل لك ان ده مش كده. ماشي. يبقى الباور 2 كيلو وات between two parallel shafts using spare gears knowing that the speed of the input shaft يعني السبيد بتاع البينيون لو يجيني هنا الان بينيون بكام؟ ب 1000 ب 1000 ار بي ام. سبيد ريشيو از 2 يو ايكوالز 2. سنتر ديستنس بتوين شوتس از 60 سي تساوي 60 ملم. اند سيرفيس فاكتور از 1 ونص كي اس ايكوالز 1.2. ماشي؟ طيب اول حاجه بيقول لي choose the materials for both gears based on static bending strength. يعني اعمل لي خطوه رقم واحد في التصميم. ماشي. طيب تعالى كده قبل ما نخش في الحزبه بتاعه التصميم تعالى كده نطلع شويه بارامترز ناقصان. اي بارامتر ناقص حتى لو انت مش هتستخدمه تعالى اوريك ازاي نجيبهم كلهم وبعد كده هنعمل الفورس اناليسيس بحيث ان احنا نطلع الاف تي اللي احنا هنستخدمها في الايه؟ في الحسبه بتاعه التصميم بعد كده. ماشي؟ طيب انت معاك يو صح؟ اليو بتساوي 2 وزي ما اتفقنا انت الانبوت بتاعك صغير والاوتبوت بتاعك كبير، يعني انت هنا عملت سبيد ريدكشن ولا سبيد ماجنيفيكيشن؟ عملت سبيد ريدكشن. ماشي؟ السرعه بتتحرك من الصغير للكبير او الحركه ماشيه من الصغير للكبير يعني ده سرعته 1000 هتقل. خلاص؟ طيب يبقى دي 2 عباره عن سبيد ريدكشن، انبوت على اوتبوت اكبر من 2 يعني سبيد ريدكشن، سوري انا اسف. انبوت على اوتبوت اكبر من 1 يبقى ايه؟ يبقى سبيد ريدكشن، ماشي؟ طيب يبقى السبيد ريدكشن او اليو او السبيد ريشيو هتساوي ايه؟ ان بينيون على ان بينيون. معاك ان بينيون؟ معاك كام؟ ب 1000. والانجير ما اعرفهوش، تقدر تطلع الانجير؟ الانجير بكام؟ انجير تبقى 1000 واحد على 2 يعني 500 ار بي ام. ماشي. طيب معايا ايه تاني؟ معايا السبيد ريش، سوري انا اسف، معايا السي سنتر ديستنس، دي اول حاجه استخدمناها. سي هتساوي ايه؟ انت عارف في التروس سنتر ديستنس يعني المسافه من مركز او من العمود للعمود او من مركز الترس لمركز الترس، يعني ريديوس الترس زائد ريديوس الترس، يعني انهم متعشرين ايه؟ اكسترنال. فهي تساوي ار بينيون زائد ار جير، ماشي كده؟ تمام. ماشي. وعارف كمان ان اليو هتساوي ايه؟ ان ترمز اوف دايمترز هتساوي دايمتر مقلوب بايه؟ السرعة، يعني بدل ما تبقى ام بي على ان جي تبقى دي جي على دي جي. او ار جير على ار بينيون، الكلام ده بيساوي ايه؟ 2 اللي هي اليو. يبقى الار جير بتساوي كام؟ 2 ار جير. خد بقى الريليشن دي استخدمها لي في المعادله دي اللي هي رقم 1 يبقى ان 1 هنقول ان السي هتساوي الار بي زائد ار جي اللي هي 2 ار بي هتساوي كام يا فندم؟ قيمه السي جيفن اللي هي 60. من هنا نطلع قيمه الايه؟ الار بي 3 ار بي
تساوي 60 على 3 يعني الار بي بكام؟ ب 20 مللي او الدي بي هتساوي 42 مللي متر. دي الدايمتر بتاع الدي بي. 2 يبقى جبت لي ايه؟ الار جي. ليه؟ اصل اليو تساوي دي جي على دي بي، معاك دي بي يبقى دي جي هتساوي كام؟ 2 في 40 يعني الدي جي هتساوي 80 مللي متر لو انا مش غلطان. اوكي؟ يبقى كل اللي انا حاطط حواليه فريم ده دي بارامترز اللي ناقصه. هات بقى عدل الاسنان بالمره لو معاك والموديول ماشي او لو تقدر تجيبه منها. طيب نقدر نجيب عدل الاسنان؟ نقدر نجيب عدل الاسنان. مديني اي عدل الاسنان؟ اه هو كان مديني عدل الاسنان وانا نسيت اقوله. نمبر اوف تيكف بينيون از 20 زد بينيون تساوي 20 سنه. طيب هنستفيد ايه؟ برضه نفس القصه. اليو تساوي ايه؟ زيها زي الدايمترز، يبقى زد جير على زد بينيون. الكلام ده بيساوي زد جير بكام؟ معرفهاش. انا عايز زد بينيون، يبقى زد جير هي اللي انا عاوز اجيبها على 20 لها زد بينيون. الكلام ده بيساوي دي اللي هي ب 2، يبقى زد جير بيساوي كام؟ 40 سنه. حلو الكلام ده؟ جميل. ماشي، يبقى ادي كل البارامترز اللي ممكن نحتاجها. انا كده بعمل شغلي ممكن ما احتاجوش، لكن مش هعطل قدام. ماشي؟ مش تبقى عارف. اخر حاجه هحتاجها هتبقى الموديول بكام؟ دايمتر على عدد اسنان. اي حاجه على اي حاجه بقى، بينين على بينين او جير على جير، وليكن جير على جير هتساوي كام؟ الدي جير قلنا ب 80 على عدد اسنان 40، يبقى الموديول بكام؟ ب 2 مللي متر. واخده يونت ايه؟ الدي. بس كده خلاص. يبقى انا كده عرفنا كل البارامترز. تعالى نكتبها على السكيماتيك علشان همسح. بينين 20، دي بينين 40، هنحتاج ايه تاني؟ ان بينين 1000، ما ننساش اليونتس. ماشي، زد جير، زد جير بكام؟ ب 40، دي جير بكام؟ ب 80، وان جير يساوي 500، صح كده؟ ماشي، والام خلاص طلعناه كمان بالمرة. هتطلع الام بكام؟ ب 2 مللي. ماشي، امسح بقى الكلام ده ونعمل اول خطوه في الحل اللي احنا هنروح نجيب الاف دي في خطوه اسمها فورس اناليسيس. طيب يبقى عنوان هنعمل دلوقتي فورس اناليسيس بحيث ان احنا نطلع الاف دي والاف ار يعني. بس احنا هنحتاج منهم ايه؟ بما اننا هنعمل ديزاين للسنه او للترس هنحتاج فقط الايه؟ الاف دي. ماشي. طيب انت عارف سيادتك ان التورك بيساوي 9550 وقيمه الباور بالكيلو وات على الان. عاوز تطلع ان تي تقسم على ان ين. عاوز تطلع تي بينين تقسم على ان بينين. عاوز تطلع تي جير تقسم على ان جير. معاك الاثنين ان وبالتالي ما عندكش اي مشاكل. ممكن تطلع الان تي عن طريق اي واحد فيهم. وليكن البي. يعني 9550 مضروب في 2 مقسوم على قيمة الان بينين اللي هي ب 1000. ماشي؟ وتطلع الفاليو دي هتطلع بايه؟ بالنيوتن، مفيش فيها مشكلة. طيب بالنسبة للبينين أو بالنسبة لأي ترس التورك بيساوي ايه؟ قيمة التانجنشال فورس مضروبة في الريديس بتاعه. يبقى لو تورك بينين لازم تضرب في ار بينين. طبعا الاف تي ما بين على بينيون او اف تي على جير هي لان هي ايه؟ انترنال فورس بتظهر لما بتفك. لما بتركب بتختفي، معنى كده ان هم متساويين على ده وعلى ده. طيب في بينيون معاه ار بينيون بكام؟ ار بينيون 20 مللي. من هنا طلعت ايه؟ قيمه اف تي بكذا. هتاخد القصه دي هتخش بيها اول خطوه اللي هو مطلوب رقم واحد يعني بيزد on static strength. بيقول ايه؟ بيقول ان الاف تي هتساوي
تساوي سيجما بي مضروبة في بي مضروبة في ام مضروبة في كي واي في كي بي على كي اس. ايه معاك؟ اف تي معايا جبناها في الخطوة الأخيرة. الام معايا جبناها الاثنين مني. كي اس جيفن كانت بواحد وربع صح كده؟ تمام. البي مش معايا هفرضها. قال لك دلوقتي بي على ام يساوي من 6 ل 10 وليكن هناخدها من اي رقم 8 اسيوم 8 يبقى هنقول اسيوم بي على ام ايكوال 8 يبقى هنقول اذا البي ايكوال 2 في 8 يعني ب 16 مللي. دي اسامبشن خلاص من 6 ل 10 زي ما انت عارف. خلاص يبقى معايا دلوقتي كمان ايه؟ البي. فاضل لي شويه الفاكتورز الكي بي والكي واي. الكي واي ما تنساش ان انت هتحسبها مرتين لان هي بتعتمد على عدد الاسنان وعدد الاسنان ما بين الاثنين والكي مختلفين. الكي بي هي ايه؟ هنثبت ماشي. البي او الكي بي هنجيب بس كومن الاول انا اسف. كي بي هتساوي ايه؟ هتشوف دلوقتي قيمة الفيلوستي بكام عشان تعرف القانون اللي انت هتستخدمه لما تروح الأول تحسب لي البي بتساوي باي دي ان على 60 ان. هتستخدم أي دايمتر تستخدم الايه؟ الان المناظرة ليه. يبقى باي لو استخدمنا دي بنيان مثلا دي بنيان ب 40 يبقى لازم نستخدم ان بنيان ده اللي احنا هنعمله. يبقى دي بنيان ب 40 ان بنيان ب 1000 على 60000 وتطلع الفاليو هتطلع لك بالمتر بير سكند جاهزه. تبدا دلوقتي تشوف الرينج بتاعك لو الدي بتاعتك اقل من 10 لو الدي بتاعتك اكبر من 10 واقل من 20 لو الدي بتاعتك اكبر من 20 تستخدم القانون المناظر وبناء عليه هتطلع لك قيمه الايه؟ الكي بي. ارجع للفيديو اللي فات او الجزء القديم هتشوف ايه؟ القانون اللي انت هتستخدمه وبناء عليه تطلع الايه؟ الكي بي. اخر خطوه كفاكتورز هتطلع ايه؟ قيمه الكي واي مره كي واي مره للبنيان ومره للجير. كي واي بنيان هتساوي شوف برضو فيها قانون محدد كان بيعتمد على قيمه الالفا سوري قيمه الفاي الالفا انا اسف اللي هي البريشر انجل اللي كانت 15 او كانت 20. هنقسم دلوقتي ان هي ال الفا ايكوالز 20 درجه وبناء عليه القانون اللي هيستخدم هيساوي مش فاكره هيساوي 0.49 ناقص 2.85 على زد 0.49 ناقص 2.85 على زد بينيان يبقى زد بينيان وطلع لك قيمه هنا كي واي جير هتساوي 0.49 ماينس 2.85 على زد بينيان زرجير هتطلع يبقى هما هي دي الحاله الوحيده اللي هيكون عندك قيمتين على حسب البنيان او على حسب ايه؟ ال 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 ماشي كده؟ خلاص خلصنا كل حاجه هناخد كل القيم دي ونعوض بيها بقى. كي بي هي هي كي واي مره للبنيان بناء عليها تبدا تطلع سيجما بندنج محدده خلاص؟ للبنيان عوض تاني للجير هتطلع سيجما بندنج للجير. وكل سيجما بندنج هتطلعها هتبدا تقارنها بسيجما ييلد على امتى وتحسب سيجما ييلد وتبدا تختار بيزد على كده ايه؟ خامه معينه. واضح؟ بس دي كده يعتبر ايه؟ تلخيص اول خطوه والتنفيذ بالظبط يعتبر بس باستثناء ايه؟ الفاينل انسرز يعني. ماشي يا جماعه؟ طيب نمسح ونشوف هنعمل بقى. طيب في تاني مطلوب بيقول لي ايه؟ بيقول لي check suitability for dynamic loading and wear resistance في كي دبليو كي دبليو اللي هي اللي احنا قلنا ممكن تبقى جبل بتساوي 1.38 ميجا باسكال. طيب يبقى هو بيقول لك اعملي الدايناميك تشيك واعملي الوير تشيك. طيب تعالى نقسم مطلوب رقم 2 ده الى جزئين. اول حاجه هنعمل الايه؟ الدايناميك تشيك. طيب ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ نحسب الاف دي ولما نحسبها نتاكد ان هي اقل من الاف اي ان او الاف نيوتنز فاكر؟ طيب هتساوي اف تي زائد اي على
واحد زائد 0.15 على تي سكوير روت اوف تي. طيب الاف تي خلاص جبناها من شويه، الفي يعتبر برضو حسبناها، والاي الاي بكام؟ الاي هتساوي كي دي اللي هي ديفورميشن فاكتور مضروب في في، والكلام ده مجموع عليه اف تي. ماشي؟ طيب واخر حاجه الكي دي نفسها هتساوي كي مضروبه في اي مقسومه على واحد على اي بينيون زائد واحد على اي دي. طيب طبعا سيادتك عملت سيلكشن للكميات بتاعت البينيون والكي، وبالتالي انت عارف راس جامز مودلز كانوا ستيل او ايه كاست ايرون. الكي مش جيفن، هنعمل اسامبشن اسيوم كي ايكوال 0.111. حلو. الاي الاي اللي احنا قلنا اللي اسمها البروبابل ايرور. طيب وشرطها انها تكون اقل من او تساوي ايه؟ اي ماكسيمم. سيادتك دلوقتي هتروح تحس او تروح على الجدول بتاع الاي ماكسيمم اللي هو احنا قلنا مكون من اثنين خانه في واي ماكسيمم، تشوف الفي اللي انت حاسبها، انت اوريدي حاسبها من ايه؟ من اول حسبه او من اول مطلوب، هتشوف القيمه بتاعتها وتشوف القيمه بتاعه الاي ماكسيمم بالمناظره للفي دي، وبعدين خلاص حطها لي على جنب معايا كذا مايكرو متر، وبعدين هتخش الجدول بتاع الاي بروبابل اللي احنا قلنا متكون من او بتخش على اساس الموديول الاول، وبعدين تشوف الخانه بتاعت الكوميرشال او الاكيوريت او البريسيجن، وتختار بيزد على الموديول اول رقم للاي اقل من القيمه بتاعت الاي ماكسيمم الايه اللي انت استنتجتها من الجدول الاولاني، وبناء عليه خلاص ايه عرفنا قيمه الاي المايكرو متر. ما تنساش تحولها لي لمللي متر، لان تعويض الاي في القانون ده هيكون بالايه؟ بالمللي متر. من هنا خلاص عوضنا بالاي والكي وعارفين اليانز مودلز البينيون والجير، عرفت الكي تطلع بيها فوق، عارف البي وعارف الاف تي من الاول، عرفت الاي تطلع هنا وهنا اي واي، والفي معاك والاف تي معاك، حسبت لي مين؟ اف تي. هدفنا دلوقتي ان انا اتاكد ان الاف دي اقل من او بكتير تساوي اقل من الاف انديورنس. طيب الاف انديورنس هحسبها ازاي؟ الاف انديورنس هتساوي سيجما انديورنس مضروبه في بي مضروبه في ام مضروبه في كي واي. سيجما انديورنس زي ما قلنا هي الليميتنج او اسمها بالظبط الانديورنس ليميت للماده. شوف الخامه اللي انت اخترتها للبينينج، وشوف الخامه اللي انت اخترتها للجير، وبناء عليه خلاص عرفت الانديورنس ليميت لكل واحد فيهم. واوريدي انت حاسب برضه كي واي مره للبينينج ومره للجير، عارف البيو عارف الام، ثابتين بالنسبه للاثنين. عوض هنا سيجما انديورنس البينينج مع الكي واي بينينج، طلعت لي اف انديورنس، قارنها بالاف دي المفروض تبقى اقل، او الاف دي اقل من اف انديورنس، هكذا. سيجما انديورنس للجير على حسب الخامه، والكي واي للجير اللي انت حاسبها عوضت لي بيها طلعت لي اف انديورنس ثانيه للجير، تاكد ان هي اقل من او الاف انديورنس اقل منها، وبناء عليه انت كده عملت التمرين تشيك والدنيا تمام. ماشي؟ ده اول جزء في مكتوب رقم اثنين، ثالث جزء والاخير الايه؟ الوير تشيك. فتعالى دلوقتي نمسح ونعمل. طيب اخر جزء اللي هو تاني مطلوب هنعمل الوير تشيك. هدفنا هنا ان احنا نطلع الايه؟ الاف دبليو او الليميتنج لود فور وير، وده كان بيساوي كي دبليو في كي ان مضروب في بي مضروب في دي بي. طيب الدي بي اللي هي الدايمتر بتاع البينينج ب 40 مفيش فيه مشكله. البي ب 16 على حسب الفرض بتاعنا لما قلنا دي على ام بتساوي 8. الكي دبليو جيفن 1.38 38، والكي ان اللي هي كان اسمها السبيد فاكتور هتساوي مره للبينينج كي ان هتساوي 2 يو على 1 زائد يو، ومره للجير هتساوي
على 1 زائد يو اعتقد 2 2 على 1 زائد يو. وما ننساش بس اليو دي اللي هي ايه السبيد ريشيو اللي هي 2 بالنسبه لي اهي خلاص. وحسبت لك ايه ان مره هنا ومره هنا تعوض بيها مرتين حسبت لي برده 2 لينكينج لود فاكتورز وير. وبعدين تقول خلاص انا لازم الاف انديورنس او سوري انا اسف الاف دايناميك يكون اقل من قيمه الايه الاف ويف في الحالتين حد الجيم وحد الايه البني عشان يبقى انت كده عملت الايه الوير تشيك وطلع مفيش فيه مشكله خلاص. ده كده عملنا ديزاين كامل للايه للترس بيست على ثلاث حاجات ستاتيك لود دايناميك لود والوير مع الوضع في الاعتبار ان احنا عاوزين ننقل باور معين وهكذا ماشي. تعالى بقى نبص على المفروض الثالث وركز فيه قوي علشان هو ايه سكته بقت مختلفه العكس. فهنمسح ونشوف ايه الجديد ماشي. في المفروض الثالث بيقول لي if the selected materials are changed to steel 70 for pinion and steel 50 for wheel او gear estimate the maximum power that could be transmitted. يعني خلاص سيبك بقى من ال 2 كيلو وات اللي انت عاوز تنقلهم وسيبك من الخامات اللي انت اوريدي عملت لها سلكشن. اعتبر دلوقتي ان انت معاك خامات ثابته مختلفه اللي بالنسبه للبينيون معاك ستيل 70 وبالتالي معاك السيجمايل الجديده صح للبينيون ماشي. وبالنسبه للويل او الجير معاك بقت الخامه ستيل 50 بناء عليك بناء على كده عرفت السيجمايل بتاعت دي هتبقى بكام خلاص. بيست على الخامتين دول بيقول لك اعمل لي او استيميت ماكسيمم باور كومبلي ترانسميتد باي ذيس جير بيست اون بندنج سترينث. بيست اون بندنج سترينث يعني على الحسبه الاولى فقط. طيب الحسبه الاولى كانت بتقول ايه؟ بيقول لي ان الاف تي بتساوي سيجما بندنج مضروبه في بي مضروبه في ام مضروبه في كي واي كي بي على كي اس. تعال حط اللي معانا كي اس كانت جيفن بواحد وربع صح كده؟ البي على فرضنا طلعت ب 16 الام حسبناها طلعت ب 2 الكي بي بيزد على الفيلوسيتي اللي انت حسبتها عارفها كقيمه مفيش فيها مشكله. طيب ايه اللي كان مختلف ما بين بينيون وجير؟ الكي واي مره كي واي بينيون معايا ومره كي واي جير معايا بيزد على عدد الاسنان. طيب هنا بقى او لو تفتكر في المره الاولانيه كان معايا الاف تي بمعلوميه الباور لان كان معايا الباور فعرفت اجيب الاف تي. المره دي لا انت معاك خامه وبناء عليه تقدر تحط لي السيجما دي صح؟ مش احنا المره اللي فاتت لما كان معانا دي كان ناقصنا السيجما باندنج بناء عليه طلعنا هنا السيجما باندنج برقم وقارناها بسيجما دي وعملنا سيلكشن طباكس. يبقى اللي هتعمله كالاتي سي مثلا هتعمل القصه دي اوبينيون هتقول دلوقتي سيجما ييلد البينيون خلاص انا عارفها بيزد على الخامه اللي هي اسمها ستيل 70 سيجما ييلد على البينيون على سيفتي فاكتور معين المفروض تساوي السيجما بندنج يعني السيجما بندنج اللي اتعرض ليها السنه في الحاله دي ما تتعداش القيمه دي معاك. تاخد بقى قيمه بتاع السيجما بندنج اللي انت حسبتها وتحطها لي هنا هتطلع من هنا ايه؟ اف تي بي معناها ايه القيمه دي؟ دي الماكسيمم تانجنشال لود اللي سنه البين اللي متصنعه من ستيل 70 تقدر تتحملها من غير ما يحصل لها كسر تحت التاثير الثاني. ماشي؟ ارجع الجمله دي واسمعها ثاني. من هنا معايا فاليو اقدر اخد الفاليو دي واحسب بيها باور صح؟ هعمل نفس القصه بالنسبه للايه؟ للجي. سيجما اي بيزد على ستيل 50 معايا اقسم على سيفتي فاكتور يعني المفروض السيجما بندنج تساوي بالكثير القيمه دي صح؟ هتاخد لي القيمه دي تاني تحطها لي هنا وتطلع اف تي. خلي بالك بس لما تستخدم سيجما بي بينيون تستخدم كي واي بينيون لما تستخدم سيجما بي جير تستخدم كي واي جير ماشي. حطينا خلاص السيجما بي جير مع كي واي جير طلعنا دلوقتي ايه؟ اف تي جير بفاليو هتاخد الفاليو دي وتحسب بيها باور هيطلع لك بالوات وتاخد الفاليو دي تطلع بيها باور هيطلع لك بالوات. طيب الباور ده هتحسبه ازاي؟ انت عارف ان من زمان لو عندك اي حاجه بتتحرك لينير خلاص ومتعرضه لفورس الباور بيساوي كام؟ فورس في فيلوسيتي. طيب اف تانجنشال بتاثر على السنه والسنه بتتحرك بحركه خطيه في
يبقى تقدر تضرب الكونتندر وبعدين تطلع كونت الايه؟ الباور ده بشكل عام. ماشي؟ طيب طلعت باور من هنا وباور من هنا، ما هو الماكسيمم فاليو اوف باور ذات كود بي ترانسميتد يوزنج ذيس جير يونت اللي هو من البينيون والجير المصنعين من هذه الخامات؟ الاقل فيه. الايه؟ الاقل فيه. طب ليه؟ تعالى ندي مثال، تعالى نفترض مثلا ان البينيون هنا طلع لي ان هو يقدر يطلع او يقدر ينقل 10 كيلو واط او ايه؟ او 10,000 واط يعني. وليكن مثلا الجير لا ما عندوش قدره ان هو يطلع او ينقل 7 كيلو واط او 7,000 واط. طيب ما هي الماكسيمم باور ذات كود بي ترانسميتد؟ هتقول لي ايه؟ الاقل فيهم اللي هي السبعه. ليه؟ لانك لو شغلت الجير يونت ده على 10 هتلاقي ان الجير اتكسر لان هو ما بيستحملش اكتر من السبعه. واضح؟ بس فبكده الكالكوليشنز بتاعت الاساينمنت دي خلصت، مفيش فيها مشكله، ويا تكون النقطه الاخيره دي واضحه. خلاص؟ ومطلوب من سيادتك انك تحل كل المطاليب دي بالارقام بالتفصيل وتجهزها برضه زي الايه؟ زي الاساينمنت اللي فات. طيب اخر مطلوب بيقول لي ميك كونستراكشن دروينج فور ذا جير يونت. طيب الجير يونت هنا مكون من ايه؟ عندك عمود، عمود، عمود عليه ترس وعمود عليه ترس، وعندك فين؟ والترسيم متعشقين في بعض، فانت هترسم لي الليله اللي انا ايه؟ قلتها دي كلها. يبقى تاني عمود راكب على اثنين بيرنج وعليه ترس، وعمود تاني راكب على اثنين بيرنج وعليه ترس، والترسيم متعشقين في بعض، والاعمده دي على البيرنجز راكبه جوه كيسنج او هاوسنج او فريم. كل الكلام ده لو سمحت ايه يبان في لوحه ككونستراكشن، وتحل وتجهز الكلام ده بحيث ان لما نطلبه ايه تبعته. خلاص؟ وان شاء الله برضه هنتقابل في ميتنج ونتكلم في اي اسئله في اي حاجه ايه مشوار. ماشي يا جماعه؟ يلا اشوفكم على خير. سلام.